نحمد الله ونشكره أنه الأمن بصورة عامة بالعراق أنه مستقر حاليا، وبما يخص تسليم الملف للمراكز الشرطة أو للداخلية أنا أشوفها خطوة جيدة، والداخلية باستطاعتها أن تسيطر على كل الوضع الأمني بكل محافظات العراق. حقيقة وزارة الداخلية يعني قادرة وكفوءة وعدها الإمكانية أن تدير الملف الأمني بصورة جيدة، وهذا واجبها، يعني واجبها الأول والأخير هي حفظ الأمن في الداخل. ده شوف تسليم الملف الأمني والوزير عبد الأمير الشمري لا جدا كفو، والمحافظات الحمد لله أشكر بعد ما كنا نشوف بالميسان والبصرة أكو مشاكل، لكن الحمد لله الآن تقريبا الملف الأمني كل الزين بيد وزارة الداخلية، مسيطرين على جميع يعني مداخل مخارج المحافظات. نعم قادرة على إدارة الملف، وهواي التجارب اللي صارت يعني في القضاء على الإرهاب وعلى المخدرات، يعني هواي أمور قضت عليها وزارة الداخلية. حياكم الله. من يمسك زمام الملف الأمني في المحافظات العراقية؟ سؤال لطالما راود الجميع ولكن دون إجابة. أحداث وتطورات وافتقار للعدة وللمعدات وتكرار للخروقات الأمنية، تقاطع في الصلاحيات إلى أن وصلنا حالة من الاستقرار النسبي وقلنا الحمد لله. تقلصت التحديات فبدأنا البحث عن الحلول القطعية وعن الإجراءات الواقعية. 6 محافظات في ذمة وزارة الداخلية، ولكن كيف كان الأداء؟ هل كان مشجعاً لوضع باقي المحافظات على اللائحة ذاتها؟ هل تحل مراكز الشرطة محل قيادة العمليات؟ استفهامات كثيرة وكبيرة جداً لا إجابة لها سوى ما يحدث على الأرض، استحقاق دستوري وتأخر بسبب الظروف كتأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين الذي ضرب اقتصاد الإقليم، لا حلول بين بغداد وأربيل، فمن هو السبب ومن سيدفع الضريبة؟ وفي الحالتين مواطن لا يملك إلا لغة الاحتجاج للمطالبة بحقوقه. ملفنا الأول راح يكون عن الملف الأمني في المحافظات العراقية، ومحور حديثنا بهذا الملف راح يكون مع الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي. حياك الله. أهلا وسهلا، ورحب كل الترحيب بالخبير الأمني الأستاذ سيف رعد. حياك الله أستاذ سيف. أهلا وسهلا أستاذ سرمد. الواقع الأمني في المحافظات العراقية نشهد استقرار نسبي، لكن الكثير من الخروقات بين الفينة والأخرى، شنو رأي حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أستاذ سيف. حياك الله العزيز. يعني هي نسبة الجريمة تقريبا تصاعدية تنازلية بعض الأحيان، يعني تعتبر تقاس نسبيا إلى السنوات الماضية وإلى اللي قبلها. أكو ربما أكو انخفاض، لكن انخفاض ليس باللي إحنا نطمح له، لأنه إحنا لو نشخص الأسباب، أولا ربما الوضع الاقتصادي للبلد يعني قد يؤثر على الشباب، نسبة البطالة خلنا نتكلم عليها ربما هذه تأثر، فنحتاج دعم لمثلا تأمينين سلة غذائية المواطن كله بصورة عامة للشعب كله، تخففي من هذا الموضوع. هو إذا شال طعامه يعني وغذاء هذا موضوع ربما، هذه نسبة هاي بسيطة. النسبة الثانية والكارثة الكبرى هي المخدرات،
يعني نسبة الجريمة بالمخدرات يعني هذه يوميا، يمكن أني وأنتي وأستاذ سيف نقرأ يوميا قتل، هذا قتل عائلته، هذا قتل أبوه، هذا قتل، يعني جرائم ما كنا نسمع بها ست فرح. المشكلة الثالثة ربما أني أعزيها لضعف العقوبات، عقوبات الردع بالذات. يعني إحنا ما عندنا تنفيذ عقوبة إعدام تعرفين، فصار القتل يقتل ويروح بالسجن، قد يفصل عشائريا. يعني انت تقول مشكلتنا في تنفيذ القوانين؟ نعم لا، نعم عندي قانون إعدام. ليش ما القوانين فيه؟ القوانين تسن وتشرع وموجودة، لكن التطبيق، احنا نتكلم على التطبيق. احنا جينا وعدمنا قلنا فلان وفلان لانه متعاطي مخدرات وقتل ابوه وقتل امه ونفذنا بحكم الإعدام، ماكو. اكو تقاطع صلاحيات بصراحة. لا 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 ماكو. تذكرين وقت أنا ذكرت لك، يعني أذكر في زمن المرحوم جلال طالباني وقع على اعتبار على مع حقوق الإنسان أنه إيقاف حقوق عقوبة الإعدام في العراق، لكن هذا بالشرق الأوسط يعني ما ماشي. هي السعودية نفسها عندها قطع رقبة، يعني ليش حاسبون على الشيء الأخطر الرابع؟ السلاح المنفلت اللي يجب ان تلقي له حل. اذا ما لقيت سنوات احنا نحكي بها ولا خطه جاري على ارض تكلمنا بها نياش، كم برنامج طلعنا بيه. استاذ سيف شنو راي حضرتك؟ اشكر ست فرح على الاستضافه وتحيه طيبه للاستاذ سرمد وجميع متابعي قناه الايام الفضائيه. يعني انا اعتقد هذا الموضوع اتكلم استاذ سرمد بموضوع الجريمه وتفاعلها وايضا ازديادها وموضوع المخدرات. انا انظر للجانب الامني حسب على عدة أساسات، ومن ضمنها لو تكلمنا على سيطرة وزارة الداخلية، شفت بتقريركم أنه أكثر من 6 محافظات وتالي، وأكو دور لتسليم أيضا بعد 5 محافظات ثانية. بالتالي أعتقد المحافظات التي تم إيكال هذه المهمة لها كوزارة داخلية كانت محافظات آمنة نسبيا، مستقرة نسبيا، ليس فيها مشاكل كالمشاكل الأخرى الموجودات، مشاكل موجودة حاليا مثلا مثل الديالة، هناك مشاكل بين مكونات، بين أحزاب، بين أيضا المركز وحكومة إقليم كردستان على أراضي. طيب. هناك مشاكل أيضا في كركوك، هناك مشاكل في الموصل، هذه المشاكل تتيح بأنه هناك تداخل في ساحة العمليات، هذه تداخل في ساحة العمليات لكثرة الأجهزة الأمنية اللي موجودة فيها. أما إذا نجي فهو واجب وطني ومهني إنه وزارة الداخلية هي من تقود الملفات، ودستوري ودستوري أيضا. نظرك؟ أنا أعتقد خطة وزارة الداخلية اللي تعمل عليها هي خطة حاليا اعتمدت على أسلوب إنه إيصال خلايا استخبارية، يعني تشكيل خلايا استخبارية موحدة في وزارة الداخلية، أيضا إعطاء المهمة الأكبر ل مديرية النجدة اللي هي تكون هي المسؤولة الأولى في المحافظات لأداء هذه المهمة، وهي تكون قريبة على المواطن وعلى احتكاك كبير مع المواطن. لكن وزارة الداخلية ليس قادرة أن تمسك الملف في كل المحافظات. ليش؟ وحتى يعني شنو مشكلتها؟ عدة عدد جهد استخباري؟ هي أكو مناطق حاليا نفس ما أشرت لك بها، بها منابع للإرهاب، بها منابع لتنظيمات داعش الإرهابي، لا زالت أكو تهديدات، تداخل القرار السياسي، وبها أيضا تداخلات القرار السياسي. أيضا عرج أستاذ سرمد على موضوع القانون. نعم قانون، عندنا قانوننا وعندنا أدوات قضائية وعندنا مجلس قضاء الأعلى نرفع له الاحترام ويؤدي دوره بكل استقلالية. نعم. لكن من ينفذ القانون؟ سلطة تطبيق القانون، وسلطة تطبيق القانون من؟ بيد القرار السياسي، والقرار السياسي يخضع لمن؟ يخضع للتوافقات والمزاجات والمحاصصة وغيرها. مصلحة القرار السياسي ما ينفذ القانون، يعني وين راح نوصل بهذه المعطيات؟ اي مو هذا، احنا نرجع هسه من كم حكم اعدام عندنا صادر من القضاء؟ القضاء ادى دوره، حكم اعدام على فلان رئيس الجمهورية ما يوقع اساسي. اذا منو؟ اذا من يخضع؟ يخضع للقرار السياسي. ايش راح تستفيد الطبقة السياسية اذا من عدم الامن؟ بمعدل الجرائم لو تتابع يوميا تزداد معدل الجرائم، يعني بصورة مخيفة. أنا أعتقد هذا به توجهات إقليمية، وهذا إحنا نقول إحنا الصراعات الإقليمية والصراعات الدولية والمنظمات. نعم. العالمية دائما تأثر على صانعي القرار وعلى الحكومات بخصوص الذهاب على هذا، ولكن
لكن لو كان هناك رؤية وقرار سياسي شجاع عراقي وتوحيد للرؤى والأفكار لهذه انتهت المشاكل. ما شنو رأيك بخطوات الحكومة في محاربة الجريمة المنظمة والأرهاب وكل هذه التسمية؟ خلي أجاوبش على الفقرة الأخيرة اللي أستاذ سيف ما جاوب عليها. من باب تعرفين ليش السياسيين يعني ما ينفذون هذه، من باب اشهدوا لي عند الامير، يريد يعطي رساله للعالم انه اني حقوق الانسان شوف شلون دا اطبقها. مو هذا نقول احنا تدخلات الخارج، مساله حقوق الانسان. انا اليوم واحد كاتل امه واخته وابوه وامه او كاتل ولد عمه او كاتل اخوته، هذا بالمجتمع يعني بعدين احنا مسلمين ودوله مسلمه، احنا مهما يكون هسه مدنيه مو مدنيه، لكن دستورنا القران انت اذا ماكو عقوبات رادعه هذا يقول لك بكل بساطه خلي راعي حقوق الانسان بالكهرباء وبالماء وبدرجات الحراره العاليه. والله نرجع نحكم الحق العام سنه واحده واطلع. نرجع لملفنا الامني اليوم، شو ينقص وزاره الداخليه؟ ينقصها مثلا عده عديد؟ لا. ليش ما تقدر تلزم كل المحافظات؟ اولا ما ينقصهم عديد، 800 اكثر من 800 الف هم موجودين عناصر بوزاره الداخليه. لكن انت لو تساليني قولي لو انت فرضا قالوا لك قدم مقترح على مدن سيربي من هال 800 الف اطلع 300 الف، عرفتي شلون؟ هم من ضمنهم ترى الشرطه الاتحاديه، اطلع 300 الف ادخلهم دورات مكثفه منا الى سته اشهر بقيافه كامله بلبس كامل ببعيد عن شلون جهاز مكافحه الارهاب، جهاز مكافحه الارهاب ما تعرفين السني من الشيعي بي. زين ادخلهم في هذا الموضوع وامسكهم المحافظات وينظروا الى المواطن نظره واحده كانسان وكمواطن عراقي. والتداخل السياسي شلون راح نحميهم من التداخل؟ اذا ما شوف اذا ما بعدنا سياسه عن الامن والله العظيم نبقى احنا يعني ندور في 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 زوبه بعدها بعدها. شوف من وجهه نظرك التمازج السياسي الكل اقول لك اياها، خلي يسمعني اللي يزعل خلي يزعل، سواء على الجيش او على الشرطه، اذا قادم فرقه شيعي لازم النائب مالته لازم رئيسها كان كردي. اذا هذه المديريه بالداخليه هاي المديريه عليها شيعي لازم المديريه اللخ سني وهذه توصل للاقسام وللشعاب وللاقسام وللشعاب. طيب اذا انا اليوم عندي مدير هذا القسم هو لازم يكون من هالطائفه لكن ما عندي كفو بهالطائفه، ما عندي ما عندهم امكانيه. زين منو خلى هاي القوانين؟ ما والله سيد بريمر روح ارجع على بريمر وخليها. بريمر راح الرجال وانتهى، صار لنا كم تجربه فاشله نحن نتعرض لها. احنا طبقتنا السياسيه مستمتعه بهذا الشيء، مستمتعه وكل واحد ما يتنازل عن حقوقه ابدا. كل واحد يقول لك والله انا هذا منصبي، شوفوا الدليل على رئاسه البرلمان، هذا يقول له اعطيني وزارتك وانا اعطيك رئيس برلمان وقيسي. زين اذا حتى القوميات والاثنيات والطائفيات في هيك مواقع امنيه حساسه، شلون راح نقدر نضبط الواقع الامني في العراق؟ يعني هذا هو يحتاج مثل ما قال الاستاذ سرمد، يحتاج الى جهد جبار. يعني اليوم التجهيزات اللي موجوده، حتى شفنا العجلات اللي تم تجهيز بها مديريه النجده، سيارات حديثه، لبس جديد، لكن ايضا يحتاج الى دورات. وانا حسب معلوماتي نعم هناك دورات منظمه للشرطه، وهذا لانه بعض المحافظات يعني احنا ما يصير العسكر هو يواجه المواطن، العسكر وجد في حاله الطوارئ، وهذه الحالات الطوارئ نعرف احنا وجود العسكري في الشارع كان لحالات طارئه ونعرف الاسباب واسباب داعش اللي دخلت انه العسكري، لكن نعم ببعض يعني المحافظات عندك البصره كركوك الموصل حتى الان تدار بقياده عمليات والاوضاع الامنيه ما مستقر. هذه القياده عمليات هذا يحتاج الى تشريع قانون. احنا لحد الان كقياده عمل كقائد عام المسلحه ومكتب قياده عمليات مسلحه ما بي قانون، لازم قانون يحدد عمل مكتب رئيس الوزراء. هذه كلها يعني جت هيك استشارات يعني او رؤى للقادة العسكريين سوى عمليات مشتركة. قبل كانت قيادة عمليات مثلا في كل محافظة قيادة عمليات، هسه قيادة عمليات مشتركة. هذا كلها رؤى عسكرية لكن مو قانونية، اذا نرجع عليها مو قانونية. يعني لازم مشكلتنا احنا تشريعية، اي يحتاج الى تشريع قانون خاص بعمل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهذا احنا مفقود حاليا، هذه حلقه مفقوده بمكتب القائد العام المسلح. اليوم القائد العام للقوات المسلحه عنده سكرتير واحد وهو السكرتير العسكري،
هو اللي يمسك هذا العمل، بينما المفروض هناك قانون خاص يحدد فيه القيادات العليا. ليش دائما نلجأ للأشخاص أكثر من القوانين؟ يعني هسه أنا إذا أشوف عندنا بالنظام السياسي عندنا أعراف، عندنا أشخاص تدار، لكن للأسف ما عندنا قانون، وحتى لو عندنا قانون ما يطبق. شنو المشكلة بصراحة أساسية؟ هو المشكلة نرجع هم أصحاب الكتل والأحزاب السياسية، لأنه أنا دائما أقول كل شهيد أينما كان من الجيش والشرطة جزء الأكبر يتحمله من الطبقة السياسية. الحكومة الحالية حكومة السيد محمد الشاع السوداني قللت هذا الفارق؟ لا بالعكس زادت، يعني ماكو أي تبدل لهذا هذا الواقع العسكري، نفس الحال نفس الوضعية. وأعتقد الكثير شفنا بعض الإقالات لبعض القيادات الكبرى في الجيش، وهذه يعني إحنا نشيد بها. أكو بعض القيادات كانت من المفروض، لكن بعدها أكو قيادات موجودة. أنا مرة من المرات أحكيش مرة من المرات دخلت إلى أحد المكاتب السياسية بدعوة، لقيت أحد القيادات العسكرية قاعد في مكتب مسؤول، قاعد في مكتب القيادات الحزبية. فبصراحة نسيت خبر رئيس أركان، قلت له شنو قياداتك تفتر هنا؟ شنو معناها من وجهة نظر؟ معناها هناك قيادات تسعى أصبحت يعني دق أبواب المسؤولين السياسيين. هاي الحكومة لو بالحكومات السابقة؟ لا هاي الحكومة، كل الحكومة. لا بس أحكيك هاي الحكومة، هاي الحكومة وشخص معروف عسكري إذا ترتبة كبيرة يدق على أبواب السياسيين عمود يحصل مثلا منصب قائد قوى البريه او قائد كذا وكذا. هذا احنا مشكله المحاصصه والتوافقيه والولاء الحزبي والولاء لقيادات وزعامات الكتل السياسيه، هذه كارثه كبرى. ما تغيرت هذه الحكومه؟ لم تتخذ اجراءات جديه وصارمه في تاهيل وزاره الداخليه لاحتواء الملف الامني. عزيزتي نفس الشيع السوداني يعني قال لنا ورا 3 أيام من هذا قال أنا مرشح الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي هو كتل وأحزاب موجودة مثل الإطار التنسيقي الشيعي، هو موجود السنة، كل واحد متمسك بالمنصب مالته، كل واحد ما يقبل يضحي بالمنصب مالته. هذه مشكلة بدت ورانا يعني ممكن بال 2004 أو 2005 استفحلت من صار مجلس الحكم وغير مجلس الحكم استفحلت. يعني الكتل السياسية تمشي آرائها في بعض النقاط على السيد محمد الشاعر، يقول لك هذا المنصب مالتي الله أكبر ما أنطي. ثقي واعتقدي هذا الكلام، هذا المنصب مالتي يعني مالتي من انطاك يا ورث مثلا أخذت مسجل لا أنا أرشحه. اي أتري رئيس الوزراء ما يقول لي يا بلا، شو وقت عاد احنا راح نلقى رئيس وزراء قادر على قول كلمه لا حتى ننهض بالبلد؟ مو هاي احنا راح نبقى في نفس الدوامه اساسا. فديوم بالحكومه السابقه احد الوزراء السياديين فقلت له مع الوزير ترى هذا الموضوع والله العظيم مو صحيح، فاني افضل له نرجع الامور. كان يقول لي والله يا استاذ ترمد باكر استدعوني بس النواب ويقيلوني. قلت له لا بالله. قال لي والله زين هذا إذا وزير وزارة سيادية ويخاف لأنه لا يستدعوه بمجلس النواب ويقيلوه. وهسه فعلا احنا ما شفنا إقالات في البرلمان، ايش معنى أنه هذا الوزير راح يقال؟ تهديد. بالإضافة إلى أنه من طلعت من يمه لقيت امرأة قاعدة، يعني مرة قاعدة وحاطة قدامها صفطة يعني ما هيجي فد أوراق وهذه، فهو أشار لي قال تفضل تنتظر وقع لي أكلهم نائبة. إيه هاي حكومة الإنجازات، هل أنجز الشيء على أرض الواقع؟ لا يعني أنا شوفي أنا أقول لك الرجل حكومة خدمات أنا يعني شفته يعني والله الرجل يشتغل يعني حقيقة غير حكومة خدمات. وين شفناها إحنا؟ الكهرباء بالصيف يعني غير رحمة الله كانت عندنا الكهرباء ملف فشل ذريع، واليوم الملف الأمني، زياد معدل الجريمة، زياد المخدرات، التلاعب بأسعار الدولار بين فترة والأخرى يا أستاذ سرمد. يقدر ماكو تعيينات وطالب. أنا أعتبرها أسوأ حكومة. يعني والله هسه أحب جالك على أسوأ حكومة. يقدر يعاقب؟ مو هو هذا السؤال. ليش يبقى بالمنصب؟ يعني يطلع الوزير؟ ليش يبقى بالمنصب؟ ما يصير هسه أنت وزير الكهرباء، هو يصير وزير كهرباء، هو يصير وزير داخلية. إقالات أقيل الوزير المرتبط أقيل. من يقيل؟ ورئيس وزراء. غير ما السنواب يصوت عليه. مجلس النواب ما صوت يعني هو رئيس الوزراء كمل وصل لمرحلة التصويت وما حصوت. صراحة احنا ليش نعرفها ونحرفها؟ يعني احنا بكل بساطة يقول لك هذا يعني هو يصير وزير داخلية، لو يصير وزير دفاع، لو يصير وزير كهرباء، لو يصير وزير مال دمائية، هذه واجباتهم. والله احنا سمعنا الوعود من عنده،
أنا ما سمعتها من الوزير. أنا سمعت الوعود من 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 شخصية. يعني وايد هالكادر مالته فاشل شو سوي؟ أرد بدله. هاي نسمعها من. أرد بدله إذا كادر فاشل شو سوي؟ شنو رأيك بالحكومة؟ وكل واحد وراه كتلة حزبية كبرى سل كبرى وراه. رئيس الوزراء بيجي حالة ما إلى علاقة. لأن قال الساسر. حكيتها قبل وسأرد عيد. زين. الشخص هو من وافق على المنهاج الوزاري أو المنهاج الحكومي. وأوى قال أنا أتبنى هذا المنهاج الحكومي والوزاري. روح جيبي لي أول صفحة بالمنهاج الحكومي شحقق بسوداني ماكوش. يبقى الموضوع. يقول لك أستاذ سرمد يقول لك ما يقدر يتخذ موقف. اتخذ موقف واحد البرلمان إذن مصوت. إذن لو طالع في مؤتمر صحفي. لو طالع في مؤتمر صحفي يقول أنا الضغوط السياسية كذا وكذا. واني اعلن استقالة مو طلع قبله وقال الاستقالة بجيبي وما بقى يومين بالسلطة. احنا نخالف الحقائق قصاصي. لا, لا لا احنا شوفي مو الحقائق. كان على الاقل يكسب الشعب يطلع يقول الوضعية كذا وكذا وكذا واني دا اتعرض الى ضغوط من جهات سياسية ولا انا صحيح اعتقد صحيح الشعب يقدر يفوضه. هو حاليا رئيس وزراء. رئيس الوزراء نجح في إدارة الملف الأمني. هو يتحمل المسؤولية الكاملة. هسه دعك من الجسور والبناء والواقع الاقتصادي. لا لا بعد خلي اقول لك هو قائد عام للقوات المسلحة. هذا 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 يستهينون بالجسور. دقيقة بغداد 21 سنة انبنت بيها طابوقة. احنا ليش نعرف ونشوف؟ والله مو استهانة. انتظري نهاية ال 24 هاي يا سنة هي 24 هي مو استهانة استاذ سرمد. لكن والله هي باب ايضا من ابواب الفساد. هذه النقطة الأولى. هذه نقطة هذا باب من ابواب الفساد. انا اتفق ولا يمكن والله واحد يفرح من يمشي في بغداد. لا يمكن انه تقتضي التنمية الاقتصادية على بناء جسر. اليوم عندك ابتزاز الكتروني، عندك جرائم، اليوم عندك محافظات شبه منهارة امنيا، وانت تدري ما جرى في دياله ومصايب دياله يوميا. احنا بالنسبه رجعنا يعني تقريبا حتى لجرائم القتل المنظم. يوم نسمع محامي قتل، يوم نسمع اب قتل اولاده. هذا مو وضع استاذ سرمد. لا يعني هذا وضع مستمر. انا اشوفه من كل الحكومات كان هذا الوضع مالتنا. وانا كنا نتامل بهذه الحكومه المزيد استاذ سرمد. ست فرح، اذا ما تطبق العقوبات التي نص عليها القانون العراقي واللي صدروها القضاة، ثقي واعتقدي احنا شعب نعرف نفسنا. ترى احنا خضنا حروب من الثمانينات ونعرف نفسنا. اذا ما نخاف ما راح ننضبط. تتعلمينا بشعبنا؟ مو احنا صار عمرنا شيء يبنا ونعرف شعبنا شيء. شنو رايك استاذ زين؟ يعني انا اعتقد من ضمن اخر فشل للسوداني هو قضيه محمد جوحي وقضيه الشبكه اللي موجوده في مكتبه، وهذه انا اعتبرها وصمه عار على هذه الحكومه. ولا يمكن تسفيها ولا يمكن التقليل من شانها. هذه بادره خطيره وخطوه جريئه أن تتخذ في هذا الوقت وفي عهد الحكومات الديمقراطية. معناه هناك نية للانفراد بالسلطة في نظام ديمقراطي، ومعناه هناك نية لعملية فرض الإرادة على السلطة التشريعية في 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 ظل نظام ديمقراطي. وهذا كله مخالف للقانون. القوات المسلحة نجح في إدارة الملف الأمني لو لا؟ لا طبعا لا. ليش؟ شنو استعداداتك على إثبات كلامك؟ الخروقات الكثيرة من عمليات الاغتيال التي حدثت، عدم السيطرة على سلاح المنفلت في عدة اشتباكات صارت في البعيثة وباليوسفية، ما يطلع يصرح ولا ناطق رسمي غلسون، كأنما الحدث صاير بدارفور مو بالعراق. ماكو فرض للسلطة، ماكو فرض للقانون، التساهل مع الجماعات المسلحة، كل هذا شفناه. ما يعني هذا الإرث الكبير، هذا الإرث الكبير يتحمل السيد محمد شاع السوداني. ما طول قائد يعني عام القوات المسلحة. يعني هسه عندنا سلاح ترى منفلت من بعد 2003. نعم نعم. شلون يعني؟ لكن هو كلهم منفشلوا. هو العدو الكاظم يما نجح يعني مثلا منفشل. احنا دا نتكلم على قائد عام للقوات المسلحة. تقييمك لأداء الحكومة تقييمك لأداء الحكومة أساسي. أنا أعتقد الأداء الحكومي نجح في نجاح إداري وليس قيادي. اليوم فرق. اليوم السوداني ينجح في منصب إداري لكن لا ينجح في منصب وضح قيادي. ليها يعني شنو؟ يعني ممكن يعني هو قائد العام للقوات المسلحة. لم ينجح شنو إداري؟ شنو لم ينجح في هذا المنصب.
نجح ممكن إداريا من تلقاء نفسه للضغوط عليه أقوى من أن يتخذ قرار. وبكل الأحوال لا مو بكل الأحوال هو متحمل المسؤولية وقال أنا أصير قائد عام القوات المسلحة، أنا تعهد قدام الكتل السياسية وقال لهم إذا هو بعد رضخ للقرارات السياسية وتدخلات مالتها والله أنا لو أصير بمكانه دب استقالة وأقعد، ما أخسر تاريخي ولا أخسر سمعة عائلتي على هذا سرمد. إذن اليوم إحنا الملف الأمني بين الأمزجة السياسية لازم هذا لا سني لا ولازم هذا شيعي ولازم ست فرح. أولاً بالعكس الملف الأمني يعني أنا أشوفه مسيطر عليه، خاصة بعد العملية اللي قام بها جهاز المخابرات مع قوات التحالف الدولي في صحراء الأنبار. نعم نعم، إحنا قبل شهرين أنا يعني كان عندي اطلاع بأنه هنالك جيوب معينة نفذوا عليه هاي الجيوب قوات التحالف الدولي، احنا اتفقنا وياهم ووقعنا على انسحابهم خلال سنتين اعتقد، لكن هذا السؤال نستعين بقوات التحالف الدولي وبالعمليات المشتركه التحالف، لانه ببساطه ست فرح خلي هو اقول لك احنا نستعين بهم. اليوم وزاره الداخليه تستطيع تحمل الملف الامني وحدها؟ سؤالش بدايه على التحالف لو على وزاره الداخليه؟ لا على وزاره الداخليه والله. خلي اقول لك على التحالف، التحالف احنا وقعنا ويا انسحاب من كان موجود سيد ثابت العباسي في الولايات المتحده الامريكيه، وكان مفترض انه القائد العام للقوات المسلحه يعلن هذا الانسحاب، حتى كان يوم خميس بلغوني كان يوم جمعه كان المفروض يعلنه، لكن يوم الجمعه صارت اشكالات اللي تعرفيها بين ايران واسرائيل وتم اغتيال شهيد اسماعيل هنيه، الامور تطورت واجت قوات امريكيه وتاجل اعلان الانسحاب انسحاب التحالف وليس الامريكان. التحالف طبعا التحالف مو امريكان عمود لا 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 التحالف. لا لا التحالف هذا موضوع، موضوع آخر بالنسبة للملف الأمني أنا أرى بأنه الداخلية لديها القابلية على مسك المدن، بالعكس الآن المواطن العراقي في المدن المحررة خلينا نسميها الآن أصبح مهيئ تماما لتقبل هذه، على أن تكون هنالك مراقبة مشددة على أفراد الشرطة اللي راح يمسكونها، وعلى أن تكون قطعات الجيش العراقي محيطة بهذه المحافظات من المحيط بنعم الخارج. أو بلا الداخلية راح تسيطر لو لا نعم بنعم او لا الداخليه قادر على مسك الارض والسيطره عليها؟ عبد الامير لا سيطر، وجود عبد الامير الشمري سيطر مع الوزير عبد الامير. استاذ سيف نعم نعم او لا قادره على مسك الملف الامني في بعض المحافظات وليس كلها، لانه بعض المحافظات نطيد الاستثناءات من المحافظات على شكل سريع. الداخليه على اي محافظه ما تستطيع السيطره؟ لا على كركوك ولا ديالى ولا الموصل. ديالى كركوك لا ديالى كركوك الموصل على التوغل التركي سلاح الأمور. أنا أشكركم جزيل الشكر الخبير الأمني سرمد البياتي، حياك الله شكرا جزيلا. الخبير الأمني سيف رعد حياك الله شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. ملفنا الثاني راح يكون عن أزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان وتداعياتها على الوضع الاقتصادي في محافظات الإقليم، راح نفتح وياكم بتقرير شيبان سامي لنتابع. إلى الواجهة تعود من جديد أزمة رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان، حيث تصاعدت موجات الإضرابات والاحتجاجات في مناطق متفرقة كرد فعل على التأخير المستمر. مختصون يؤكدون تأخير صرف الرواتب ينذر باستمرار التظاهرات في ظل أزمة اقتصادية حادة يشهدها الإقليم مع تردي الواقع المعيشي. الموظف من يداوم الشهر كله واخر الشهر يقولوا له ماكو راتب، لو يعطوه نص راتب، هذا الشيء شلون يعني تبدا يتصرف؟ حقيقه انه حاله نفسيه، يعني الحقيقه انه هذا تاثير نفسي، وحقيقه انه هذا مو صحيح، لابد وان الحكومه الكردستان تذيل الامور كلها وترفع العبء عن المواطن الكردي بالذات، لان هذا عبء ثقيل على المواطن الكردي انه اخر الشهر ما يستلم راتب او نص راتب، خاصه تلاحظ انه حتى المدرسين والهذي سووا اضرابات اكثر من مره، والمتقاعدين كل ست اشهر او اربع خمس اشهر يستلمون راتب واحد. ما من حق يعني انه بعد هذا السنين الخدمه كلها ما يستلم راتب، واكو ناس يستلم لها راتبين وثلاثه وهذا موجود وموثق يعني عند الحكومه المركزيه.
أزمة بغداد وأربيل تتصاعد بعد طلب المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفين الإقليم في المصارف الاتحادية، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الأمر الذي يثير الشكوك بأعداد الموظفين بعد الكشف عن 4000 اسم مكرر كانوا يتقاضون رواتب مزدوجة. الحكومة المركزية أنا دا أشوف تعاونها 100%، يعني مو 100 لا يمكن عبرت 100%، تقول خلنا نتعاون ويا الحكومة إقليم كردستان ونوصل إلى حلول، أنه دائرة دائرة، مشروع مشروع، محافظة محافظة، ونوصل إلى الأرقام، رواتبهم، درجاتهم الوظيفية، أعمارهم، يمتى تعين، حتى استحقاقات النطية. دا يرفضون الحقيقة كل مرة يعرقون هاي المسألة. من اللي يعرق هاي المسألة معناها عنده أسماء وهمية. يواجه معظم سكان إقليم كردستان ظروفا معيشية صعبة جراء تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، خيم بظلاله على الواقع المعيشي وسبب أزمة اقتصادية بالأسواق. من العاصمة بغداد، شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع عضو التحالف او عضو الديمقراطيه الكردستانيه الاستاذ مهدي عبد الكريم، حياك الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كما ارحب كل الترحيب بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني الدكتوره شيلان فتحي، حياك الله دكتوره. حياكم الله وشكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا. استاذ مهدي، ابدا معك بصراحه، الى متى يبقى مسلسل تاخر الرواتب في اقليم كردستان؟ لا حلول بين بغداد وأربيل حتى هذه اللحظة. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك. حياك الله. مقدمة الراقية وإلى قناتك ومشاهديك الكرام. حياك الله. وإلى الأخت العزيزة الضيفة الكريمة. ملف الرواتب حقيقة هي أصبح مع كل الأسف سياسي، أولا بالدرجة الأولى يستخدم ضد إقليم كردستان وبالذات الحزب الديمقراطي الكردستاني وهذه الشريحة المهمة اللي موجودة في إقليم كردستان باعتبار شريحة كبيرة في إقليم كردستان من موظفين، من متقاعدين، من شهداء، من رعاية اجتماعية، كل هاي جنب السياسية بها بالتأثير على خاصة انتخابات قريبة جدا أصبحت أوراق ضغط على الحكومة إقليم كردستان من قبل بعض الجهات اللي معروفة، لهذا السبب تستخدم دائما فيها. والدليل على كلامي يعني زين. انه الشهر الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بدون اي اشكالات كانت ترسل الرواتب، لكن البعض يرد على ما تتفضل به، يقول بغداد انطت فرصه وفرصتين وثلاثه واربعه، شهر شهرين ثلاثه اربعه، تريد منا قائمه اسماء واضحه وثابته حتى توثق هذه الاسماء. هاي الاشهر اللي تم صرفها، ألم تكن الرقابه الماليه المركز بيدها كل البيانات المطلوبه من اقليم كردستان؟ على أي أساس كانت تصرفها؟ كل هذه الأمور كانت موجودة بيدها، إن كانت بيانات الموظفين، إن كانت أعدادهم، إن كانت كل هذه الأمور، وتحدث أيضا مثلا موجودة في كركوك الحدث الأخير اللي ظهرت على الساحة أنه موظفين يستلمون راتب من الساحة. أستاذ مهدي، هذا بصراحة ممكن، ليش ما تصححون الأسماء وتدزوها لبغداد وتفضل المشكلة؟ ستي، واليوم عندكم مواطن كردي ينتظر راتبه خطية. ستي هاي بدي اقول لك اياها، هالاشهر هاي ما كانت الرقابه الماليه الاتحاديه ماخذه واجت، يعني انتم حدثتوا القوائم؟ كلها بيد المركز، حدثتوها والقديمه. شوفي اكو بعض المناطق مثلا كركوك، ممكن المشكله اللي صارت ببعض الاسماء او بعض الموظفين اللي كان يستلم راتب في اقليم كردستان، هذا كان ممكن ليش ما بالشهر الاول والثاني والثالث والرابع والخامس كان خلوه لحد هذا الامر. الان البارحه من كانت جلسه بيت السيد شاخوان لكل الاحزاب الكرديه وتم الاتفاق على هذه الاشكاليه وتم ارسال المبالغ، الحمد لله. تم الاتفاق بهذا الاجتماع على انه يكون هذا، خاصه الاشكال الموجود بالنسبه للرواتب، تحديث البيانات اللي كان محدث خاصه اللي موجوده. نقطه مهمه وهي انه انا اتمنى 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 حتى على البرلمان انه تشريع قانون نفط الغاز يحل كل هذه الاشكالات بعد.
حل المشكله هاي، لانه هذا بعد نسمع به صار سنين وما نشوف. مع كل الاسف، مع كل الاسف بدنا نعرف المشكله وين حقيقه. المشكله سياسيه شو بالاجتماعات وبالتفاهمات، تخرجون بعد الاجتماعات كل شيء تمام، شوفي وراها بعد اسبوع اسبوعين ترجع تنهار. لا لا ما منهاره، بس اكو جهات ما تقبل ما تريد، مو من صالحها انه يكون دائما. من هي هذه الجهات؟ والله تعرفوها، انا ما اعرف الكل يعرف. والله قل لي اياها، والله يعني احنا الى متى ما راح نسمي الامور بمسميات؟ هسه لا مو ما نسميها ستي، اكو جهات هسه مو جديد اقول لك اياها تستغل، خاصه هسه فتره انتخابات قريبه زين في اقليم كردستان، اكو جهات تريد تضرب الـ 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 جهات كرديه، كرديه وعربيه موجوده تعمل على ضرب حزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره هو مسؤول، خلينا نقول رئيس الحكومه من الديمقراطي. طيب الكردستاني دكتورة شيلان، اهلا وسهلا بحضرتك من جديد. تكرار الاسماء وزياده الاعداد في قوائم الموظفين تزعج بغداد جدا، شنو سبب هذه الخروقات بالقوائم؟ ليش ما نصلحها ونفض المشكله من الاساس؟ بداية تحية طيبة لك ولمشاهديكم الكرام وللأخ أستاذ مهدي في الاستوديو. طبعا أنا أتفق مع أستاذ مهدي بنقطة واحدة، أنه الموضوع فيه جنبة سياسية أو فيه مثلا تدخلات سياسية، يعني الموضوع ليس اقتصادي فحسب. صح أن تأخر الرواتب وأزمة الرواتب مستمرة في إقليم كردستان منذ 10 سنوات، والناس هنا والموظفين في الإقليم عانوا ما عانوا من هذه الأزمة، من استقطاع رواتب، من تأخر رواتب، من تسلم 4 رواتب خلال سنة كاملة. يعني الذي تحمله المواطنون في إقليم كردستان والموظفين لا أستطيع أن أقول بأن هناك شعب آخر أو أمة أخرى ممكن أن يتحمل هذا القطع في الأرزاق. لكن الموضوع فيه جانب سياسي كما تعلمون، بأن يعني إذا حاولنا أن نقارن هذا الموضوع، صح نقول بأن حكومة الإقليم ربما كما قلت تكون مقصرة بأنها لم تنظف قائمة الرواتب، ربما كانت هناك كما قلت أسماء مكررة، أسماء وهمية، لكن هذا الشيء يمكن معالجته الآن في هذا. إذا لماذا لم يعالج دكتور في القرن يعني 21؟ يعني الأجهزة الحاسوبية متطورة، هناك أنظمة حاسوبية. دكتورة لماذا لم يعالج حتى هذه اللحظة؟ نستطيع أن نخرج جميع الأسماء المكررة، نستطيع أن نستبعد الأسماء الوهمية. يعني هنا يعني الناس هنا في الإقليم والموظفون في الإقليم يعني ملوا من الأعذار التي تقدمها حكومة الإقليم، ملوا من الأعذار التي تقدمها الحكومة الاتحادية في بغداد. خطوة توجه الموظفين في إقليم كردستان وإرجاع الملف إلى المحكمة الاتحادية يعني أنا أراها خطوة جريئة جدا من قبل الموظفين في إقليم كردستان، لأنهم فلنقل بأنهم الآن في هذه المرحلة بعد الفترة التي عانوها فقدوا الثقة بحكومة الإقليم، لذلك لجوا إلى المحكمة الاتحادية. مع الأسف إلى الآن وبعد كل هذه المدة ما زال الموظف في الإقليم يعاني من التأخر في راتبه. الآن نحن في الإقليم 60 يوم الموظف لم يستلم راتبه، راتب الشهر السابع، راتب الشهر الثامن، وأنتم في بغداد اليوم أو أمس، يوم أمس بدأتم بتوزيع رواتب شهر أيلول. يعني إلى متى سيبقى الموظف دكتورة في الإقليم يعاني دكتورة بين شيلان. حكومتي الإقليم وحكومة بغداد؟ دكتورة يعني شيلان نتجه؟ هل سنذهب إلى الأمم المتحدة لنحل هذه المشكلة؟ دكتورة شيلان يعني لو سمحتي إذا كنت تسمعيني، حضرتك قلتي أعرف بأن نعم. هناك تقصير، ربما عدم كفاءة في من قبل الحكومة في إقليم كردستان، لكن هناك أيضا يعني هناك خلل أيضا في الحكومة أو عدم مصداقية في حل المشكلة لدى حكومة بغداد، وإلا أو هناك
تقصير، يعني لا يوجد لها تفسير آخر. أما أن الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم هما حكومتان غير كفؤتان، غير قادرتان على حل الأزمات، أو ليست لديهما النية دكتورة شيلاء الصادقة لحل هذه المشكلة. حضرتك قلتي أننا متطورون ونحن في زمن التطور، وبإمكاننا أن نوحد هذه القوائم ونكتشف الخروقات بها. لماذا نحتاج إلى كل هذا الوقت؟ لماذا اليوم المواطن في إقليم كردستان يعاني ويهدد بالخروج بتظاهرات كبيرة، يعاني الجوع، الفقر، الحرمان، يعني كل هذا ليش ما نحل هذه المشكلة من أصلها وينتهي الموضوع؟ وباختصار لو سمحتي. أنا ذكرت لك يعني سيدتي أن التقصير ليس من طرف واحد، التقصير من أو الخلل من جهة الحكومة. لماذا؟ هو سؤال لحضرتك ليش؟ أنا إذا سألتيني وجهة نظري أرى أن الحكومتان مستفيدتان من هذا استمرار هذه الأزمة. شلون؟ مع أنها ستكون لها تبعات سياسية سيئة جدا. من وجهة نظري أن حكومة الإقليم التي هي برئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تريد حل هذه الأزمة في ظل حكومة السيد محمد شياع السوداني، ربما تماطل وتحاول اكتساب الوقت لمدة أطول على أمل أن الحكومة القادمة التي دكتورة ليش ما تريد تحلها في العام القادم ربما ستتسلم وزارة المالية وسيغضون الطرف عن توطين الرواتب مثلا. هذا الشرط. الحكومة الاتحادية أيضا سيدتي يعني مستفيدة بعدم إرسال هذه الأموال إلى حكومة إقليم كردستان، هي في النتيجة هي أموال ستبقى في خزينة الدولة العراقية. هذه الازدواجية في التعامل بين الموظفين في العراق سياسة غير مقبولة أبدا من قبل وضحت الفكرة دكتورة مارسها أيضا نعم. حكومة بغداد إذا حصل خلاف بين الحكومة المركزية بين وزارة المالية وبين الحكومة المحلية في البصرة، كان هناك مثلا شكوك في قائمة الرواتب أو في ملف من الملفات، طيب. هل ستمتنع الوزارة من وضحت الفكرة تماما. إذن أستاذ مهدي اليوم الحكومتين مستفيدة، حكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد، ولا من غير المنطقي حتى الآن لم نجد حلا واحدا حقيقيا لحل هذه الأزمة؟ ستي الفاضلة، حبي واحترامي للدكتورة الغالية وكل ما طرحته. حضرتك تعرفين، بس اعطيني مجال حتى اقدر اشرح لك الوقت. حضرتك تعرفين المراحل اللي مر بها، خاصة بعد خليني اقول كل المراحل اللي قبل حكومة السيد السوداني كانت بها كثير من المشاكل اللي كانت مستعصية اصلا، ولكن بعد تشكيل حكومة السيد السوداني كان هناك اتفاقات قبل تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، وضمن ضمن المنهاج الحكومي أنه تكون هناك أولا تصوير المشاكل، من ضمنها تشريع قانون النفط والغاز، مسألة الرواتب، مادة ميور، كل هاي الأمور ضمنت ضمن منهاج الحكومة وبدأ يعمل عليها السيد السوداني خطوة بعد خطوة. والدليل على كلامنا أنه كثير من مسألة الرواتب، من يعني أعتقد سابقا قبل الاستلام الكل يعرف أنه الظرف اللي مر به، القطوعات اللي كانت تحدث لدى رواتب إقليم كردستان، كان كوفيد المرض كورونا مر به العراق والعالم كله، اقتصاد العالم واقتصاد العراق تحت الصفر أصبح، وكان هناك حتى الحكومة المركزية أو الحكومة الاتحادية بدأت تستقطع أو تخمن أو تضع قليل من الرواتب تخزنها او تختصر من بعض الرواتب. هذا واحد. اثنين، المشاكل اللي كانت موجوده مع السيد السوداني بدات خاصه النفطيه، هناك اتفاقات كبيره صارت مع هذه الحكومه وتم حل كثير من المشاكل، من ضمنها انه اولا تسليم ايرادات النفطيه من 450 الى الى الى, إلى الحكومه الاتحاديه، المنافذ اللي والجمارك بدأت تسليمها الحكومة الإقليم إلى المركز، كل هاي الأمور بدأ الشفافية وعمل متواصل بين الحكومتين وحل هذه الإشكالات. ولكن أرجع وأقول بس خلينا نرجع على ما قالت الدكتورة شيلان يعني قدامك وبوضوح وبصراحة متناهية، تقول شخص حكومة الإقليم مستفيدة، ما ممكن تريدي تحل المشكلة. لا لا لا، شوفي أنا رئيس حكومة، ما أريد حكومتي تنجح، معقولة؟ ما ممكن لا بالعقل يشيلها. وإضافة إلى نقطة، هذه الحكومة هل فقط بس الديمقراطي بيها؟ نائب رئيس الوزراء سيد قوبات المحترم،
رئيس البرلمان الأخت العزيزة بالاتحاد الوطني، نائب رئيس الإقليم، كل هاي القرار لا 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 رئيس وزراء لا يستطيع بقرار بكليته هو يستخدمه، ما ممكن، لأنه أكو أحزاب. خو أنا من بالاتحاد الوطني مثلا، أنا موجود بسليماني، ما ممكن أقبل أنه بس تطي رواتب الأربيل وما تطي رواتب السليمانية. إذا كلها كانت مقطوعة، كانت أكو مشاكل مع حكومة الاتحادية. المشاكل السياسية، أرجع والجنب السياسية التي تستخدمها بعض الجهات اللي موجودة داخليا مع والضغط على الأحزاب الكبيرة الموجودة في إقليم كردستان، خاصة الانتخابات القريبة اللي تكون عليها، حتى تأجج الشارع على هذه الحكومة. مصلحتكم تنتهي حكومة السيد محمد الشاعر السوداني ولا تحققون حل؟ كان ما تم اتفاق بيناتنا، كان ما دزت النقطة أهم. الرقابة المالية قبل هذه التشكيل الحكومة كانت تقدر توصل لأقليم كردستان، الآن كل بياناته للموظفين، للشهداء، للرعاية الاجتماعية، لكل المتقاعدين، كلها بيد الحكومة الاتحادية والرقابة المالية. أكو تناقض فيما قلت أكو يكون يشي تعاون. أكو تناقض بسيط ممكن توضحها لي. أنت تقول أكو جهات جاي تدفع الشارع في أقليم كردستان فيما يتعلق بالانتخابات حتى يسوون ضجة قبيل الانتخابات وتأثيره علينا، بعدين تقول القرار مو بس إلنا وحدنا، القرار مشترك. زين هسا أنتوا أقوياء لو مو أقوياء، مؤثرين لو مو مؤثرين. أما شوفي بالنسبة للقوة، خل أقول شباب بصراحة، ديمقراطي كديمقراطي أي؟ هذا مو غرورا، ولكن أولا قواعده وجماهيره واللي عمله لناسه ولأهله ولشعبه لإقليم كردستان معروف ومشهود ويبقى قوي، واعتقد حتى في هذه الانتخابات القادمه سيكون هو نمبر الاول. لا ليش يخاف انت يجي الشارع؟ ها انا هسه خاصه في هذه المرحله بالذات، مساله الرواتب واللي تخص معيشه الناس تاثر على الشارع اللي موجود، حتى ليس على الديمقراطي، على كل الاحزاب، ولكن تستخدم ورقه ضغط على جهه معينه. ها بيها منو جاي يستهدفكم؟ منو جاي يأجج الشارع عليكم استاذ معروف. مهدي اولا خل اقول لك جواب بصراحه، وبصراحه اي السيد يعني وزير الماليه، يعني انا متاكد، يعني ليش الشهر الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس تختارون وقت بهذا الوقت اللي يبقى شهر عن الانتخابات؟ انت كان عندك رسالة عتب على وزيرة المالية. طبعا انا يعني قلت له حتى بتغريدتي، يعني هل تقبل هي سيدة الوزيرة المالية ان تتأخر راتبها يوم واحد؟ ما ممكن. زين انت رواتب شريحة كاملة موجودة لدى اقليم كردستان، يعني هاي الاشهر اللي مضت ما كان اكو بيها رقابه، الرقابه الماليه اللي هي بيدها كل البيانات، الحكومه الاتحاديه بيدها وده تعرف كل الامور اللي موجوده، ليش الا بالذات في هذا الشهر، شهر السادس او الشهر السابع؟ وزيره الماليه باقي... زعجتكم؟ ليش؟ نعم؟ وزيره الماليه اليوم زعجتكم؟ ليش هي راح تعوف اللي قدامها والوراها حتى يعني تتخذ هيك قرار ضد اقليم كردستان؟ لا هي مع كل الاسف اكو ازدواجيه بالتعامل مع ذكرتها الدكتوره، اكو ازدواجيه بالتعامل مع اقليم كردستان، اينما تكون المصلحه او اينما تكون توجيهات ضد هذا البكان يشتغلوا. زين دكتوره شيلان، شنو راي حضرتك بما تفضل به استاذ مهدي؟ اليوم اكو جهات تحاول تحريك الشارع في اقليم كردستان؟ انا لا اتفق معه في بعض الامور ولا اتفق في بعض الامور، مثلا انه هناك جنب سياسي للموضوع انا ايضا متفقه معه وذكرتها. اما في بالنسبه لقوله اننا يعني تعرضنا لازمه، مثلا ازمه فتره كورونا، حتى في فتره الكورونا العراق الموظفون في العراق كانوا يستلمون رواتبهم، يعني لم يتاخر الراتب عن موظفي العراق في يوم واحد. لذلك هذا يعني انا اعتبره ربما قصور في إدراك الحكومة لإدارة المخاطر، يعني المفروض الدولة تكون لديها خطط بديلة في حال الأزمات. لماذا الإقليم لم يكن لديه مثل هذه الخطة؟ بالنسبة لقوله أننا كاتحاد مشاركون في الحكومة، الجميع يعلم بأن الاتحاد البرلمان معطل،
البرلمان في اقليم كردستان معطل، وسواء كان رئيس البرلمان من الاتحاد او من قائمه اخرى فهذا ليس له اهميه. نتمنى ان تتوصلوا الى اتفاق ان شاء الله. الحكومه في اقليم كردستان هي بيد الديمقراطي وهي صاحبه القرار، وحتى وضحت الفكره. حتى وزير الماليه لا يملك الصلاحيه، اي صلاحيه، الذي هو من حزب نعم. دكتورة شيلان، نتمنى أن تتفقوا أن يعني بما لا يؤثر على مصالح المواطنين، هذا ما يهمنا بالدرجة الأساس. شكرا جزيلا الدكتورة شيلان فتحي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حياك الله. شكرا جزيلا الأستاذ مهدي عبد الكريم عضو الديمقراطي الكردستاني، نورتنا في حصاد اليوم. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. قبل أن نروح وياكم لموجزنا الخبري، خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس من آراء بعد إضافة القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال البرلمان لجلسة يوم غد الثلاثاء لنتابع. ننتقل إلى الموجز الخبري. رئاسة مجلس النواب تؤكد بأنه لا زيادة في رواتب أعضاء مجلس النواب وأنها بقيت كما كانت في السابق. وزارة الداخلية تعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق كل ضابط أو منتسب يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي. جهاز المخابرات الوطني يستنكر التجاوزات الخطيرة على بعض قياداته ويؤكد حقه بمقاضاة مروجيها. هيئة النزاهة تعلن صدور قرار حكم حضوري يقضي بالحبس الشديد بحق مدير تقاعد محافظة الأنبار السابق. مديرية المرور العامة تعلن إيقاف العمل بالدوام المسائي في مجمعات التسجيل بسبب أمور فنية. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.